ما سألتوا نفسكم مرة ليش نحس بملل في بعض الأيام؟ تحس أن يومك ثقيل، ودك يعدي، ودك يصير باكر، مو مستانس بهذا اليوم، لأن ما في خطة ولا استراتيجية واضحة بهذا اليوم، ما في هدف. يمكن تقول تبالغ، إيش دعوة؟ لا، أنت جربها راح تغير حياتك جذريا. شلون؟ يعني الحين صليت العشاء، أرجع البيت وأقعد ما عندي شيء، لا أفكر شنو بسوي، عندي ورد قرآني أبي أخلصه، شوية بقعد مع أهلي أضحك واستانس وغير جو، شوية ودي أتحرك أخلي لي حصة رياضية كارديو شيء بسيط، يعني عندي لعبة أستانس لما ألعبها أتمتع، هم أدخلها في يومي، قبل ما أنام أصلي لي كم ركعة، أرفع إيدي لله سبحانه وتعالى، أقول اللي بخاطري. لما يصير الجدول كذي مرتب وانت عارف شنو بتسوي، لك خطة يومية تمشي عليها، صدقني ما راح تشعر بالملل ويكون يومك جميل.